بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، فإن في السحور بركة. والسحور هو الأكل الذي يؤكل عند قبل الفجر للصائم ليتقوى به على العبادة، فيقال له سحور. وأما السحور بضم السين فهو الفعل. أقول لك: ما هذا الطعام؟ تقول: سحور. أقول لك: ماذا يصنع ذلك الرجل؟ قال: تقول: يتسحر. السحور بضم السين هو الفعل، وفتح السين هو الطعام الذي يؤكل، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء الفعل، والوضوء الماء الذي يتوضأ به. تسحروا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. وهل السحور واجب أم لا؟ قال العلماء رحمهم الله: ليس بواجب بل مستحب، فمن لم يتسحر فلا إثم عليه. نقول له: أليس الأمر يقتضي الوجوب؟ يقول: بلى، يقتضي الوجوب إذا لم يصرفه عن الوجوب صارف. وما هذا الصارف الذي صرف هذا الأمر؟ يقول: كون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أحياناً فلا يتسحر، لأنه لو كان واجب لكان هو أسرع الناس لفعل الواجب، لكنه مستحب، والمستحب ما يلزم فعله. فسحروا فإن في السحور بركة. وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث لا يرى مشقة الصيام عليه حاصلة إذا أن المرء تسحر. وإذا لم يتسحر فقد يشق عليه الصيام، ومشقة الصيام تؤثر على الإنسان، لأنه قد يشق عليه الصيام فلا يألفه ولا يرغب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يأتي العبد للطاعة مقبلاً حريصاً عليها. تسحروا فإن في السحور بركة.
ما هذه البركة؟ البركة بامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، البركة في أن يأكل المرء قبل الفجر طعاماً ينفعه فلا يشق عليه الصيام، فالبركة تحصل بالسحور. والبركة النماء والخير وكثرة الخير، لأن البركة والبركة بركة الماء، البركة التي يجتمع فيها الماء الكثير، والبركة تحصل بالسحور، فلذا لا يشق عليه الصيام. إذا تسحر فإنه يكون قوياً إلى الظهر، يكفيه هذا السحور غدا، ثم لم يبق إلا بعد الظهر فهو أخف من لو كان جائع منذ الصباح، لأنه لو اقتصر على عشاء البارحة إذا صلى الفجر فإنه يريد فطوراً، وإذا تسحر اكتفى به، والضحى يريد غدا، وإذا تسحر اكتفى به، والظهر والعصر يصبر على الجوع فيهما ولا يكون فيه مشقة بإذن الله. تسحروا فإن في السحور بركة، ومن ضمن هذه البركة مخالفة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على أن تخالف أمته أهل الكتاب في عاداتهم ومأكولاتهم وركوبهم ونزولهم وعباداتهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، فمخالفة أهل الكتاب هدف سام حتى يتميز المسلم من الكافر. قال صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر تفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يتسحرون ونحن نتسحر، وأهل الكتاب يتعبون من صيامهم ونحن لا نتعب بحمد الله. نحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب، لأن مخالفتهم في الظاهر تدل على مخالفتهم في الباطن وبعد المرء من اتصاف بأسلوكهم، وإذا شابههم في الظاهر فذلك يدل على محبة الباطن لهم، ومحبتهم لا تجود للمسلم لقوله صلى الله قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأهل الكتاب محادون لله ورسوله، فاليهود قالوا عزير بن الله، والله جل وعلا منزه عن الولد والوالد، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والله منزه عن ذلك جل وعلا، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، والله جل وعلا منزه عن ذلك، فالملائكة عباد الله الصالحين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا أيها الإخوة،
يستحب للمرء أن يهيئ نفسه للسحور ولا يتعشى كثيرا حتى إذا قام في الصباح الباكر قبل طلوع الفجر أكل أكلة السحر، بخلاف من أكثر العشاء فإنه في الغالب ما يروق له أن يأكل قبل الفجر. فالمسلم مأمور بسلوك الطريقة الصحيحة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو علمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا صلوات الله وسلامه عليه، وعلمنا كل شيء، علمنا كل شيء، ما ترك طائرا ولا شيئا يحرك جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في هذا الحديث: فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، يعني إذا قام وشرب من الماء قليلا أو شرب شاي أو قهوة أو شيئا ما فهذا يعتبر سحور، ولا يلزم أن يأكل أكلا كثيرا إذا كان لا يشتهيه، وإنما يقوم ليأكل أو يشرب شيئا يستعين به على طاعة الله، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، لأن المتسحر يقوم آخر الليل قبل الفجر يذكر الله جل وعلا ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يجود في تلك الساعة على من سأله، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخر ما جاء في الحديث. ويروى أن يعقوب عليه السلام لما طلب منه بنوه أن يستغفر لهم لما فعلوه ناحية يوسف حيث اعترفوا بخطئهم وقالوا إنا كنا خاطئين، وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، روي أنه أجل دعوته لهم إلى السحر لأنه حري أن يستجاب للمستغفر في السحر، التائب في السحر حري أن يستجيب الله له، لأن سؤاله ربه يكون متواطئ عليه القلب واللسان، والله جل وعلا لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، فقد يغفل المرء في حال النهار والحديث مع الناس، ربما جاءت كلمة أستغفر الله وأتوب إليه بدون لا يلقي لها بالا. وجاء في الحديث أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، وكلما تواطأ القلب واللسان على الدعاء فهو حري أن يستجاب للعبد. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور وتعجيل الفطر ليكون الإمساك على قدر الوقت الواجب لا يزيد في أوله ولا يزيد في آخره، بل يكون على قدر، فإذا مثلا تسحر قبل طلوع الفجر وقام لصلاة الفجر وأفطر قبل صلاة المغرب
فإن وقت الصيام يكون محصوراً محدوداً، بخلاف إذا تسحر آخر الليل أو نصف الليل ولم يفطر إلا عند استباك النجوم أو بعد صلاة المغرب، يكون أطال الواجب، أطال الوقت الصائم، طال الوقت عليه. والله جل وعلا يحب من عباده أن يسارعوا إلى فطرهم وأن يؤخروا سحورهم حتى يكون على قدر الواجب. ولهذا كره الرسول صلى الله عليه وسلم الوصال، لما قالوا له إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهو جل وعلا لا يطعمه الطعام ولا يسقيه الشراب إذا صام، وإنما يكون إقباله على ربه وتضرعه إليه وتوجهه إليه ينسيه الحاجة إلى الأكل أو الشرب، يغنيه ذلك فيكفيه عن الأكل والشرب، وإلا فلو أطعمه الله جل وعلا لكان مفطرا. والله جل وعلا يحب من عباده أن يتضرعوا إليه ويسألوه ويقبلوا عليه. ولذا كان الصيام سر بين العبد وبين ربه، ما أحد يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فقد يقول الإنسان أنا صائم وهو كاذب ما يصوم، وقد يصوم الرجل في داره ويأكل ما يعلم عنه. فالصيام سر بين العبد وبين ربه، والله جل وعلا لا يحب من عباده أن يشقوا عليه على أنفسهم بإطالة وقت الصيام. مفردات الحديث: السحور بفتح السين المهملة اسم للطعام الذي يتسحر به، وروي بالضم فهو مصدر أي التسحر أي للفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح للفعل نفسه. التسحر وسحور، هذا سحور، هذا يفعل سحور يعني يسوي السحور، جلوسه هذا سحور، بخلاف الأكل فهو يقال له سحور بفتح السين، مثل وضوء ووضوء. وأكثر ما يروى بالفتح وهو مشتق من السحر، وهو ما قبيل الفجر. قبيل الفجر، السحر قبيل الفجر، وسمي سحور لأنه أكلة السحر، بخلاف الأكل بعد طلوع الشمس فهذا ما يسمى سحور لأنه ليس بالسحر، وليست أكلة للصائم، وإنما أكلة للمفطر. بركة بفتحتين هي كثرة الخير، ومن معانيها النماء والزيادة. والتبريك الدعاء بالبركة، وسميت بركة الماء لكثرة مائها، والبركة في الفعل والطعام. البركة بالفعل والطعام، قال هذا الرجل فيه بركة، هذا الرجل فيه بركة أو مبارك، يعني ينفع إخوانه المسلمين بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بغير ذلك من أنواع النفع. كل نفع للمسلم يقال له فيه بركة، هذا فيه بركة أو مبارك. ما يؤخذ من الحديث: أولا، زاد الإمام أحمد من حديث أبي سعيد: فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء. لا تدعوه، يعني هذا الحديث، تسحروا فإن في السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء،
يقوم بعض الأشخاص مثلاً آخر الليل فيصلي فيقال له تعال للسحور، قال لا ما أشتهيه، ما أريد السحور بصلي. يقول الصلاة ممكنك تصلي، لكن السحور احرص عليه، ولو أن تأخذ فنجال قهوة أو فنجال شاهي أو مذقة لبن أو جرعة ماء وهكذا، وإن قل فإن هذا يسمى سحور. فالمرء يتسحر بالقهوة أو يتسحر بالشاي أو يتسحر بالحليب وغير ذلك من المطعومات والمشروبات، وأن يتناول حبة برتقال أو تفاح أو فاكهة، أي فاكهة تسمى سحور. ما يلزم أن يمد الصماط من هنا إلى هناك مثلاً ويتسر الأكل، ما يلزم، البركة تحصل بأي شيء تناوله. نعم. فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قوله يتجرع يعني هذا كأنه يتغصب هذا الشيء، ليس عنده شهوة أو حاجة إلى أن يشرب، لكن يتجرع هذه الشربة لأجل أن ينال الصلاة من الله جل وعلا والملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثانيا، ظاهر الحديث وجوب السحور، ولكن صرفه عن الوجوب إلى الندب، هو ما ثبت عن مواصلته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب وليس بواجب. ليس بواجب، لأنه لو كان واجب لكان أسرع الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يواصل فلا يتسحر بعض الأحيان. المواصلة أن يواصل اليوم الأول باليوم الثاني ولا يأكل بينهما، والصحابة رضي الله عنهم أحب المواصلة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فنهاهم فقالوا يا رسول الله كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ قال أنا لست كهيئتكم، لست مثلكم، أنتم في حاجة إلى الطعام والشراب. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على المواصلة بقدرتهم على ذلك، كما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يواصل السبعة الأيام جميعا، سبعة أيام يصوم بحيث لا يأكل فيها شيء، فحينما يريد أن يأكل أو يشرب يأخذ الزيت مع الصبر، فيأخذ منه جرعة لتوثق أمعاءه، لأن تكون أمعاءه ملتصقة رضي الله عنه من شدة الجوع وعدم الأكل، فيأخذ الزيت والصبر، الصبر يفتق الأمعاء ثم يفتق أمعاءه ثم يأكل فطوره رضي الله عنه. سبعة أيام يتعبد للصيام ما ينال بينها شيء رضي الله عنه، فكان عابدا حقا رضي الله عنه. والمواصلة اليوم واليومين، يومين ثلاثة ممكن أن يواصل العبد. ولما ألح الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمواصلة واصل بهم عليه الصلاة والسلام اليوم الثاني والثالث، وحتى رأوا الهلال، الذي هو الفطر، ولو لم يروه لواصل بهم كالمنكل لهم، يريد منهم ألا يزيدوا في العبادة. ثالثا، البركة الحاصلة من السحور ما فيه امتثال الأمر الشرعي
فطاعة الله تعالى هي امتثال أمره واجتناب نهيه. ومن بركته أن الأكل للتقوي على الصيام وطاعة الله تعالى وعبادته. ومن بركته أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام، بخلاف من لا يتسحر فإنه يجد مشقة تثقل عليه الصيام والعبادة. ومن بركة السحور أنه يكون سببا للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء، وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا. إن بعض الناس يقول لأهله لا توقظوني السحر، أنا لست بحاجة إلى السحور. نقول لا يا أخي، دعهم يوقظونك، وقم واذكر الله وكل ما تيسر أو اشرب ما تيسر، ولا تغفل عن نفسك في هذه الساعة، ساعة الإجابة. لا تقل يا لك لا تقيموني توقظوني إلا بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان. لا يا أخي، قم واحضر هذه الساعة المباركة التي يجيب الله فيها دعاء الداعي. ومن بركة السحور أنه يكون سببا للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء، وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ينادي عباده ليسألوه مطالبهم. وقت النزول ثابت بالأحاديث الصحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فيجب علينا الإيمان بهذا الحديث، ولا نفسر ولا نقول أين هو الكرسي، أين العرش، ينزل معه وينزل بدونه. وهكذا، فالله جل وعلا له الصفة اللائقة به والمنزه من كل نقص وعيب، فلا يقال شيء في ذلك، وإنما على العبد أن يؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أدرك معنى هذا أو لم يدرك. وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ينادي عباده ليسألوه مطالبهم ورغباتهم. ومن بركة السحور صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضل، ولذا تجد المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيره من الشهور، لأنهم قاموا من أجل السحور. رابعا، ينبغي للمسلم أن لا يقوم بأموره العادية مجردة عن النية الصالحة، بل يمرن نفسه على أن تكون أعماله العادية عبادات لله تعالى، وذلك باستحضار إرادة هذه المعاني السامية لتصبح كل تصرفاته عبادة لله تعالى ومادة خير وبركة تعود عليه بالثواب والأجر. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين لكل ما يقرب من رضاه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني المسلم ينبغي له أن يستحضر النية الطيبة في العادات والعبادات. فمثلا إذا لبس المسلم الثوب هكذا يسر نفسه، لكن إذا نوى بهذا اللبس أن يتجمل أمام إخوانه المسلمين وأن يظهر بالمظهر اللائق، فذلك نية حسنة يؤجر عليها. وهكذا في كل ما يأتي ويذر، إذا اشترى السلعة من السوق ينوي بها إغناء أهله عن هذه الحاجة، ينوي بذلك خدمة أهل بيته، ينوي بذلك نفعهم، كل هذا يؤجر عليه المرء. وهكذا ينبغي للإنسان أن يستشعر
العبادة والنية الصالحة في كل عادة، فالغداء مثلا والعشاء عادة الناس في حاجة إليه، لكن إذا نوى بغداء أن يتقوى على طاعة الله، إذا نوى بعشاء أن يتقوى على طاعة الله، فذلك يؤجر عليه. وهكذا فالنية الطيبة يؤجر عليها المرء إذا عملها. مثال ذلك مثلا قد يجتمع ثلاثة يأكلون من صحن واحد، ثلاثة يأكلون من صحن واحد، واحد مأجور وواحد لا أجر ولا إثم والثالث آثم، وهم كلهم يأكلون من هذا الصحن بالنية الطيبة والرديئة. الأول نوى بهذا الأكل أن يتقوى على طاعة الله وأن يقوي جسمه ليستعد للعبادة والعمل، هذا عمل صالح يؤجر عليه. الآخر نوى يأكل ليشبع بس، يهمه أن يشبع، هذا مثل البهيمة يريد الأكل فقط. الثالث نوى بهذا الأكل أن يستعين به على محرم، ينوي أن يقوم بفعل ممنوع ولا يستطيع أن يقوم به إلا إذا أكل، فهذا آثم بحسب نيته، وذاك مأجور الأول بحسب نيته، والثالث الأوسط لا نوى خيرا ولا شرا فهو يأكل ليشبع. خامسا في السحور من مخالفة أهل الكتاب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأنهم لا يتسحرون أهل الكتاب ونحن نتسحر، وكان أول الأمر الصيام إذا غابت إذا صلى المغرب المرأة ونام حرم عليه الأكل والشرب وسائر المفطرات، النوم بعد صلاة المغرب يمنعه من سائر المفطرات. فنام أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى أهله قبيل المغرب فقال عندكم شيء؟ هو صائم. قالت زوجته لا ما عندي شيء، لكن أروح أدور لك ألتمس. فذهبت تلتمس فجاءت فإذا هو وضع رأسه على الأرض منام. قالت يا خسارة، كيف كذا؟ كيف نمت؟ قال نمت ما عندي أحد وأصبحت جايع ونام. قالت ما يصير تأكل شيء، ترك الأكل كله، جابت معه أكل ما حصل يذوقه، واصل الصيام. الصيام يصوم باكر، يوم صار الضحى من باكر يوم يغشي عليه ما يتحرك، يغشي عليه من الجوع، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعمر رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده قليل، فذهب إلى زوجته إلى أهله يريدها، يريد زوجته قبل النوم، فقالت إني نمت ما صار عندي أحد ونمت. قال أبد ما نمتي، تكذبين علي. ما كذبت رضي الله عن الجميع، قام عليه وجامعة ما صبر عنه جامعها. فأما انتهى الجماع راحت الشهوة، تأسف وتحسف، قال يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وش سويت؟ قال جامعت زوجتي بعد نومها. قال لا ما يليق هذا منك يا عمر، أنت حسابة على هالشيء ذا، كيف يصدر منك؟ قال والله يا رسول الله هذا اللي حصل، أنا يا ما جيتها أبية قالت إني نمت ما صدقتها، ويوم إني قضيت ذبحت شهوتي تحسفت ندمت، فأنزل الله جل وعلا
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا نزل التخفيف بأمر الله لما حصل من بعض الصحابة خفف الله عن الجميع، الحمد لله على ذلك. نعم. والشارع يريد أن لا يكون لنا مشابهة بالكفار لا في العبادات ولا في العادات، لكن إن تشبه المسلم بالكفار بعباداتهم فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفر، وإن كان في العادات باستحسان أفعالهم وعاداتهم فهذا قد يؤول إلى التشبه بهم في الأمور الباطنة ويكون منه الهلاك. سادسا قوله فإن في السحور بركة دليل على أن البركة تكون في المخلوقات، وذلك بحسب ما وهبه الله تعالى من القدرة والمؤهلات والمنفعة، فقد يكون في الإنسان بركة إما بعلمه أو وإما ببدنه وإما بخلقه وإما بماله وإما بجاه وإما بخلقه وإما بماله وإما بجاهه، فيحصل منه خير ينتفع به غيره. والممنوع من التبرك من المخلوقين أن تكون بجسمه فيتبرك بالظاهر من فضلاته وثيابه وشعوره ونحو ذلك، فهذا لا يكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاداه، ومن عاداه ممنوع منه. البركة في الأشخاص، يكون الرجل مبارك في خير، إن صار معه مال واسع بماله، صار عنده علم علم من علمه، إن صار عنده جاه ساعد بجاهه، هذا يشفع له وهذا يمشي معه وهذا يلطف به وهذا يعالجه وهكذا، فيقال هذا الرجل مبارك فيه بركة، جعل الله جل وعلا فيه البركة. لكن جعل البركة في الشيء العادي في فعله، مثلا قال هذا انت برك فيه، هذا لا يجوز، لا يجوز. البركة لا تكون إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بما يصدر منه من عرق وغيره فهو بركة عليه الصلاة والسلام. وأما ثيابه، ثياب الإنسان، فلا يقال هذا ثوب فيه بركة تمسح فيه ونحو ذلك، لا. وأما ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم ففيها البركة. فائدة: أحاديث الأمر بالتسحر والحض عليه وتأخيره وتعجيل الفطر متواترة حكاه الطحاوي وغيره، ولا يجب السحور حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. وقال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة، وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، ويدل عليه ما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت الإفطار، يعني ما يجوز الإنسان أن يتعبد بزيادة الليل أو زيادة النهار، يطول مثلا في الفطر ما يفطر إلا بعد اشتباك النجوم كما تعمل بعض أهل البدع، أهل البدع يجنبون السنة ويتركونها ويأخذون بالبدعة، فلذا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سيأتي قريبا إن شاء الله أن معنى الآية والحديث أنه قد دخل وقت الإفطار لا أنه حصل الإفطار بالفعل. لا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت فطور الصائم.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كيف نخالف اليهود بالسحور والنبي لا يتسحر بعض الأيام مع أن الأصل أنه كل يوم يخالفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرغب الوصال فإنه يتسحر ولو شيء قليل، ما يترك السحور، وإذا واصل فيعتبر صائم، والصائم ما يأكل. يقول السائل: هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على الوجوب؟ لا يا أخي، ما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل فيما يدل على الوجوب وفيما يدل على الاستحباب. يقول السائل: عندي 4 من الأولاد وأحدهم تركني منذ 20 سنة والآن يطالبني أن أعطيه من الأرض الذي معي فهل أعطيه؟ يجب على المسلم أن يعدل بين أولاده، إذا أعطاهم يعطيهم كلهم، إذا منعهم يمنعهم كلهم، وهكذا، فلا يجوز له أن يعطي البعض ويمنع البعض إلا إذا كان إعطاء البعض له مبرر غير المحبة والمودة، له مبرر، كأن يكون دخل على الولد هذا شيء من راتبه أو من ماله فيحب أن يبرئ ذمته ويعطي ولده مقابل ما دخل عليه شيئا من ماله أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز للأب إذا غضب على واحد من الأولاد أن يقول: هذا لا يرث مني، أو لا تعطوه من تركتي، لا، لأن الله أعطاه، وإنما العقوق ينال جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، فالعاق يعاقبه الله جل وعلا فإن يعقه أولاده مع ما يدخر له من العذاب في الدار الآخرة، والبار يبره أولاده مع ما يدخر الله له من الثواب في الدار الآخرة. يقول السائل: ما صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في الجهة التي تقابل الإمام؟ لا تتعجل الشيء قبل أوانه فتعاقب بحرمانه. قرأنا شيئا من صلاة الخوف وسيأتي البقية إن شاء الله. يقول السائل: كيف التصرف في البيت الذي سكنه الجن؟ يستعيذ بالله من شرهم، يستعيذ بالله من شرهم، فإذا استعاذ بصدق وإخلاص أعاذه الله جل وعلا. يقول السائل: متى وقت الفطور؟ هل هو غروب الشمس أو الأذان إذا لم يتوافقا؟ الفطور وقت غروب الشمس، إذا غربت الشمس وغاب القرص، قرص الشمس، حان وقت الإفطار، أذن أو لم يؤذن. يقول السائل: هل يشرع طواف الوداع في العمرة أو في الحج فقط؟ طواف الوداع واجب في الحج وفي العمرة خلاف، من العلماء من قال يجب في الحج والعمرة، وكل ما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة، ومن العلماء من قال لا يجب. وجه الخلاف بينهم أن الحج يخرج الحاج إلى منى وعرفات
ومزدلفة ومنى، ثم يعود إلى مكة، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى، ثم ينتهي حجه بمنى. فأمر ألا يسافر إلا من مكة بعد طواف الوداع، بخلاف العمرة فالمعتمر يطوف للعمرة ويقيم في مكة ولا يخرج لا شمال ولا يمين، ولا يلزمه طواف الوداع. فالمسألة فيها خلاف، وكلما ودع المرء فهو خير له. يقول السائل: هل يجوز إطلاق على الرجل أن تقول له أنت فيك بركة أو جلبت معك البركة؟ يجوز هذا إذا كان الرجل مبارك في خير، مثلا يقال له أنت رجل مبارك جعل الله فيك البركة، أنت رجل فيك خير فيك بركة، وهكذا. لكن ما نقول له ثيابك هذه فيها بركة، أو عرقك هذا حسن وطاهر وتبرك به، لا، ذاته ما يقال عنها شيء. وأما فعله فيقال أنت رجل مبارك. يقول السائل: نصراني علم أني معتمر وطلب مني الدعاء له ولأولاده، هل يجوز ذلك؟ ادعو له بالهداية، ادعو له فيما ينفعه وهو هداية للإسلام. وأما غير ذلك فلا تدعو له بالمغفرة والرحمة، وهو نصراني لا يعترف بالإسلام. يقول السائل: رجل وجد طفلة وأرضعها من أخواته ومن نساء إخوانه، فهل يجوز له أن يعقد لها ويزوجها؟ إذا رضعت من لبن يحرمها عليه فيكون أبا لها من الرضاعة، أو خالا لها من الرضاعة إذا رضعت من أخته، أو رضعت من زوجة أخيه يكون عما لها من الرضاعة، فيكون محرما لها. وأما تزويجها فلا يجوز له أن يزوجها، وإنما يزوجها أولياؤها. فإذا لم يوجد لها أولياء أو كانت لقيطة لا يدرى من وليها، فيزوجها الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الذي يزوج المرأة التي لا ولي لها. فلذا قال بعض العلماء: يحسن لمن وجد لقيطة أن يرضعها من لبن يحرمها عليه حتى تكون معه في بيته ما تحتجب عنه، فتكون بمثابة ابنته أو أخته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، أو هو يكون كذلك. يقول السائل: بعض الناس يتسحرون حتى الأذان الأول لصلاة الفجر وبعدها يتوقفون عن الأكل، فهل هذا صحيح؟ لا بأس بهذا إذا علم أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر. فإذا علم أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجوز له الأكل والشرب حتى يسمع النداء، وهذا هو الأصل. ولا يلزم كل واحد منا أن يروح يطلع على السطح وينظر الفجر طلع ولا ما طلع، لا، إذا عرف أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فلزمنا أن نمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند سماع النداء بالأذان. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.